أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا في هذه المقابلة الخاصة التي يأتي توقيتها مع استفسارات كثيرة حول العالم عن نوعية وتعدد اللقاحات ضد كوفيد-19. السبب حول هذه الاستفسارات يعود لماذا تعمل بعض اللقاحات بآلية تختلف عن الأخرى؟ ما هي التقنيات التي تعمل بها هذه اللقاحات وتجعل منها فاعلة أكثر من غيرها؟ إذا ما نظرنا فقط إلى الآلية التي تثير الكثير من الجدل والتساؤلات وهي التقنية القائمة عما يسمى يعني لقاحات القائمة على الحمض النووي الريبي أو على تقنية mRNA، فنحن بالتأكيد يجب أن نتحدث عن الأدوية التي أو شركات الأدوية المصنعة لهذه اللقاحات. نتحدث عن فايزر بايونتك وكذلك عن موديرنا. لنتحدث عن هذه التقنية ومخترعها أيضا في مجال الطب ينضم إلينا من بنسلفانيا السيد أو الدكتور درو وايزمان، وهو أستاذ الطب في جامعة بنسلفانيا وهو مكتشف ومطور تقنية mRNA. أهلا ومرحبا بك معنا. بالدرجة الأولى، تختلف الأحاديث حول نوعية اللقاحات حول العالم، ما الذي يجعل من لقاحات مثل فايزر وموديرنا تعمل بتقنية تختلف عن بقية اللقاحات؟ إن التقنية المستخدمة في فايزر وموديرنا تعتمد على الـ mRNA أو تقنية الحمض النووي الريبي، وهو وسيط. إذن الـ DNA أو الحمض النووي في خلايانا يقوم بفك الرمز الخاص بالبروتينات الخاصة بنا. الـ RNA تقوم بنسخ هذا البروتين في الـ DNA، وبعد ذلك يكون هناك ماكينة تقوم بقراءة هذا الكود وتنتج البروتينات. إذن الـ RNA هو الوسيط. فيما يتعلق باللقاحات التي تعتمد على الـ RNA، هو البروتين الموجود في هذا اللقاح والذي يقدم إلى الخلايا، والخلايا تقوم بإنتاج البروتين، والجسم يكتشف أن هذا أمر غريب عليه وبالتالي يقوم بإنتاج استجابة. نعم، دعني أذهب إلى آخر الاستفسارات حول مدى مدة فاعلية اللقاح القائم على هذه التقنية، تقنية الـ mRNA خلف هذه اللقاحات. كم هي الفترة التي تحتفظ بها هذه الخلايا بالذاكرة لتتعرف على كوفيد-19؟ نحن لا نعلم إجابة هذا السؤال، ولكن حتى الآن نعلم أن لقاحات موديرنا لديها حماية بعد 6 أشهر من اللقاح. سوف نستمر في متابعة هذا الأمر. قد يستغرق الأمر عام أو عدة سنوات، أو نحن لا نعلم حتى الآن. نعم، آخر سؤال كان يتبادر إلى ذهني ولكنه ليس الأخير بالطبع في لقائنا، هو عن يعني ضرورة إجرائنا لفحص الأجسام المضادة بعد الانتهاء من تلقي جرعتين من هذا اللقاح. من يحتاج أن يعلم ما هي أو كم هو عدد الأجسام المضادة ولماذا نحتاج هذا الأمر؟ هذا سؤال معقد إلى حد ما. هناك العديد من الأجسام المضادة، والعديد من هذه الأجسام تحمي من الفيروس. ما تفعله هي أن تقوم بمهاجمة الفيروس وقتله، ولكن هناك بعض الأجسام المضادة حتى إنها كانت موجودة وكانت بعيدة عن الكورونا فيروس، إلا أنها إلى حد ما مهمة جدا لحماية هذه المناعات، وأيضا التي تظهر وبمجرد أن تظهر في المستقبل تهاجم. إذن الأجسام المضادة تهاجم الكثير من الأمور، فهي بها تقوم بتحييد السلالات الجديدة والسلالات القديمة والمستقبلية، إلا أن هذه الأجسام المضادة والخلايا البي تحدد مدى حماية الجسم من هذا الفيروس. أتحدث من جديد عن اللقاح القائم على تقنية الـ mRNA. إذا يعني تم إعطاؤه لشخص أصيب بكوفيد-19، كم من الوقت يلزمه بعد تسجيل الإصابة بوزيتيف يعني حتى تعمل هذه التقنية بنجاح في جسمه من بعد أن أصيب بالكوفيد؟
نظريا هذا لا يهم على الأرجح، ولكن ما نفعله في الولايات المتحدة هو أننا نقترح من الأشخاص أن ينتظروا 90 يوما، وهذا لأن ما نشهده هو أنه كلما كنا مقتربين من وقت الإصابة بكوفيد كلما كان هناك نوع من الهجوم، وكلما كان هناك ألم في الذراع وفي المسببات الخاصة مثل الكحة وما إلى ذلك، وبالتالي نبتعد عن كل هذه الإصابات أولا وبعد ذلك نعطي اللقاح. دعنا نتحدث عن إمكانيات تقنية الحمض النووي الـ mRNA مستقبلا وتوجهها في التعرف على أمراض أخرى بعد أن ننتهي من هذا المرض. أنتم أيضا تراعون شروط السلامة لمن يتلقون علاج كيماوي من مرضى السرطان أو لمن هم مصابون بمرض نقص المناعة وغيرها من الأمراض الأخرى. هذه المراعاة تعني أنكم تعلمون جيدا طبيعة التفاعلات الكيميائية في الجسم مع تلقي هذا اللقاح وغيره. كيف ممكن لآلية الـ mRNA أن تنفع في المستقبل، توجه المستقبل في تاريخ الدواء؟ إن هذه التقنية، تقنية الحمض النووي الريبي، لديها الكثير من الإمكانيات. لقد قمنا بالكثير من الاختبارات الإكلينيكية لكثير من الإصابات بما في ذلك أيضا الإصابة بالـ HIV أو حتى نقص المناعة المكتسبة والإنفلونزا. هذا بالإضافة إلى اللقاحات، فإن الـ RNA يمكن أن تستخدم للملاريا وأيضا للسل وأيضا الالتهاب الكبدي الوبائي C، وأيضا لم تنجح اللقاحات الأخرى على هذه الأمراض وهو يناسب هذه الفيروسات. إذن ربما في يوم ما سنستخدم هذه التقنية، تقنية الحمض النووي الريبي، وذلك لمواجهة الكثير من الأمراض الأخرى. نعم، هنالك تظهر على السطح أيضا بعض التساؤلات من سلامة استخدام هذه التقنية على البشر. أنت تعلم جيدا وكونك عالم في هذا المجال بأنكم أكيد أجريتم الكثير من البحوث السريرية والاختبارات قبل أن تطرحوا هذه التقنية في الأسواق. إلى أي حد هي سليمة وتحافظ على السلامة إذا تم الالتزام بالشروط التي يجب أن تتخذ عند إعطائها لأي إنسان؟ الأشخاص يعتقدون أن هذه تكنولوجيا حديثة. هذه ليست حديثة، لقد تلقى الأشخاص هذه اللقاحات التي تعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي ل15 عاما، وهي تقنية متقدمة. بالنسبة للقاحات كوفيد كانت هي المرة الأولى التي يتم تبنيها لهذا الاستخدام، وفي الاختبارات الإكلينيكية شهدنا تقريبا عدم أي نوع من الأمور أو ردود الفعل غير متوقعة. هناك بعض الورم في الذراع أو ربما بعض الحمى البسيطة، أو يشعرون أن لديهم بعض الإنفلونزا التي تستغرق يوما وبعد ذلك يتحسن الوضع. أكثر من 100 مليون شخص تلقوا هذه اللقاحات التي تعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي، ولم نشهد أي نوع من ردود الفعل المعاكسة. ولكن الأشخاص يدركون أن هناك الكثير من الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك من يقول أنها تغير من الحمض النووي. لا تغير الحمض النووي ولا تؤثر عليه حتى، ولا تؤثر على أيضا الحمل، ولا تؤثر على الأطفال. وكما أظهرت الاختبارات الإكلينيكية، بل أن الأطفال من 12 إلى 17 عاما كانوا أفضل بعد تلقي اللقاح، وأتوقع أن هذا أيضا للأعمار الأخرى. يعني هذه إجابة هامة جدا وتقودني للسؤال القادم. الآن الناس حول العالم يعتقدون أنكم قمتم بالدور الذي كان مناط لكم، أي قدمتم اللقاح الذي يعمل على تقنية الـ RNA واكتفيتم بذلك، لكن ماذا يحدث الآن خلف الكواليس؟ وأقصد بذلك، هل تطورون أيضا من هذه التقنية حتى تكون نافعة للخروج للعالم والقول بأن كوفيد-19 يعالج في لقاح ربما بمطعم واحد أو جرعة واحدة، أو لن تحتاجه في المستقبل، أو أننا نستطيع أن نضعف هذا الفيروس أو غيره؟ ماذا يحدث الآن خلف الكواليس؟
هناك الكثير ما يحدث، هناك الكثير من الأشخاص المشاركين في تطوير هذا اللقاح. عندما قمنا أنا وكاتلين كاريكو بتطوير هذا اللقاح، اكتشف الأشخاص أن هناك من اكتشف بعض الجوانب وهناك من اكتشف وقائع من هذا اللقاح. نحن مجموعة نقوم بتطوير لقاح سوف يقوم بمواجهة كل ما يحدث، وأيضا هناك هذا يعني أن هناك ثلاث أنواع من الجائحات الخاصة بكورونا فيروس خلال 20 عاما الماضية، وعلينا نتوقع أنه سيكون هناك المزيد. إذا نحن نعمل على لقاح سوف يمنع أي كورونا فيروس أخرى حتى تكون تؤثر على الأشخاص مرة أخرى، وبهذه الطريقة سوف ننتظر عاما بعد أن يظهر تظهر الجائحة الأخرى، وبالتالي سيكون هناك إصابات أخرى إذا ما لم نبدأ. أنا أريد أن أشكرك بشكل شخصي العالم الدكتور درو وايزمان، وأعتبر هذه من أهم المقابلات التي قمت بإجرائها مع عالم بهذه الكفاءة لإنقاذ البشرية. أشكرك ضيفي من بنسلفانيا الدكتور درو وايزمان، وأنت أستاذ الطب في جامعة بنسلفانيا ومكتشف ومطور تقنية mRNA. إذن انتهينا في هذه المقابلة الخاصة، والتي بالفعل أعتبرها يعني ربما من أهم المقابلات بعد ظهور كوفيد-19.